أحييكم من تونس مشاهدينا الكرام. وصول شحنات من المحروقات لميناء بنزرت بعد الاضطراب المسجل في التزود بالوقود. وزارة الصناعة والطاقة تؤكد العمل على استرجاع نسق التوزيع العادي. استخراج 4 جثث من مقبرة لدفن المهاجرين بجرجيس، وعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية تتعرف على 3 منها في انتظار التأكد علميا. أمام هشاشة الموارد الطبيعية وندرتها، الاستثمارات المسؤولة في القطاع الفلاحي توجه جديد لتحقيق الاستدامة وتوفير دخل أعلى وحياة أفضل. السلام عليكم. البداية بملف المحروقات الذي أصبح شاغلا للعديد من التونسيين، فما زالت محطات الوقود تشهد صفوفا من السيارات بسبب الاضطراب في التزويد. وقد أرجع المسؤولون في القطاع هذا الإشكال إلى تراجع المخزون الاستراتيجي من المحروقات مقابل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقد أكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل سلوان السميري أنه لا وجود لإشكال على مستوى عقود التزود بالمحروقات من الخارج، ولكن هناك إشكال يتعلق بالمالية العمومية وتراجع المخزون الاستراتيجي من المحروقات مقابل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقد صرحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نايل نويرة في نشرة الأخبار السابقة أنه تم تفريغ شحنة المحروقات التي وصلت صباح أمس إلى ميناء بنزرت، وتم استئناف التزويد بالمحروقات بشكل عادي لمواجهة الاضطراب الذي يرجع خاصة إلى التأخيرات المسجلة في استقبال الشحنات وإلى الظرف الدولي الذي يعيشه العالم. وفما اضطرابات على المستوى العالمي، وتونس ماهيش في من منأى على الوضعيات العالميه هذه الكل اللي خلى فما اضطرابات في التزود. احنا كنا عندنا عمليه استباقيه، عندنا احنا صحيح فما تاخير في التزود من جهه معنا على مستوى الباخره، لكن الباخره وصلت وتم تفريخها، والان عندنا 12000 طن اللي هو ما يقابل 16000 متر كوب قاعدين يوصلوا المستودع رادس، وقاعدين اللي نطمن أنه الوتيرة قاعدة ترجع بطبيعتها. الوضع بيدينا أحنا كمواطنين، إذا كان اليوم أنا حاجتي بعشرين ألف بعشرة إيترات ناخو عشرة إيترات، خاطر نعرف كان ناخو عشرين إيش بش يصير اللي ورايا، ما هوش بش ياخو والكيوسك بش يفرق، اللي بعد يقعد يستنى حتى لين الكاميون يجي. المنتوج موجود، راهو في بنزرت عنا الباخرة فرغت أكثر من 27000 طرنات. طيب سيد الوزير، وعندنا استباق، عندنا برامجنا واضحه، الى معناها عندنا عقود احنا متواصله، راهو ما احناش قاعدين اليوم باش نجيبوا الغدوه، لا، البرامج نتاعنا متواصله. نعرفوا فما اوقات حتى وكان انت الماليه نتاعك موجوده ما تلقاش السلعه، واحنا الحمد لله تونس ماهيش في الوضعيه هذه، احنا عندنا عقودنا طويله المدى اللي تغير على مستوى الماليه، واحنا نعرفوا اكراهات الماليه العموميه، هو انه المزودين نتاعنا كانوا في فترة سابقة يصبر عليك، معناها الخلاص يكون على مدة شهرين وثلاثة شهور. اليوم الوضعية اللي نعيشوها ماهيش حالة منفردة لتونس، هو هذه وضعية يعيشها العالم الكل باعتبار الظرف العالمي اللي نعيشه، هو أنه أي مزود ما يفرغ شحنة كان من الشحنة اللي قبل تكون خالصة. شدد الرئيس قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن على ضرورة استمرارية المرافق العمومية وعلى الدور الأساسي الذي يجب أن تطلع به الإدارة في توفير حاجيات المواطن بعيدا عن افتعال الأزمات، مع ضرورة التحسب في الوقت المناسب لأي أزمة سواء كانت حقيقية أو مفتعلة حسب قوله. وأكد سعيد ضرورة ترشيد النفقات ومواجهة كل التجاوزات مهما كان مأتها، لأن أموال المجموعة الوطنية يجب أن تصرف بكل شفافية فيما رصدت لها، وعلى المسؤولين في الإدارة مهما اختلفت درجات مسؤولياتهم أن يكونوا قدوة للحفاظ على أموال المجموعة الوطنية وممتلكاتها. كما تناول اللقاء سير العمل الحكومي وجملة من مشاريع المراسيم والأوامر التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم. متابعة لآخر مستجدات ملف مركب الهجرة غير النظامية المفقود بسواحل جرجيس، تم أمس إخراج 4 جثث من مقبرة المهاجرين أو الغرباء بجرجيس، حيث قام فريق الطب الشرعي بأخذ عينات منها للتحليل من أجل التثبت مما إذا كانت تنتمي إلى المجموعة المفقودة منذ فترة، إلى حين صدور النتائج في غضون 72 ساعة.
وحسب عدد من العائلات فقد تم التعرف على 3 جثث، فيما لم يتم التعرف على الجثة الرابعة بسبب تحللها. في متابعة مستجدات فقدان الاتصال بمركب هجرة غير نظامية انطلق من سواحل جرجيس، تحول فريق الطب الشرعي من المستشفى الجامعي بمدنين إلى مقبرة حدائق إفريقيا بجرجيس لرفع العينات وإجراء التحاليل الجينية ل4 جثث تم دفنها في المقبرة دون عرضها على الطب الشرعي. كانت عائلات المفقودين طالبت بالتثبت من هذه الجثث إن كانت لأبنائهم أو لأفارقة تم دفنهم بهذه المقبرة. ولدي هذا خرج من نهار 27 نهار 26 قول ودفنوه نهار 27 وهنا القبر متاعه موجود وبدلها الحكاية من بارح قالوا ها بدلوا القبور. شو المطلوب؟ مطلوب مني إني خرجوا لي ولدي، راهو هذا ولدي، ما نش مكذبة، راهو ولدي، هذا شورت ولدي أنا متأكدة منها وخرج بي هذا ولدي. جيبوا لي ذريتي وينهم؟ جيب لي مرتي وبنتي وينها؟ ها ندفنها الحقيقة ما هناك الحقيقة لا حتى شيء، مش عارف منهم كلها تقب فينا من مين ويسار. تنقل فريق الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بمدنين للقيام بعملية التشريح ورفع البصمة الجينية لعدد 4 رفات جثث تم دفنهم بالمقبرة، وكما يتم إرسال العينات البصمة الجينية إلى مخبر مختص بالعاصمة للقيام بعملية التعرف الجيني. جانب آخر، من متابعة هذا الملف عقدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وخلية الأزمة اجتماعا مع أهالي المفقودين ونشطاء المجتمع المدني بمدينة جرجيس لمتابعة آخر المستجدات في هذا المجال. ثم برشا فرضيات اللي تم الحديث عنها، جزء منه اتفقنا فيه البارح والإجراءات متاعو انطلقنا فيها من البارح، اليوم تمكننا من الوسائل ولا الوسائل القانونية والإدارية باش نتعاملوا مع الطلب هذا، طلب متعلق بأربع جثث تم دفنها باش نستخرجوهم باش ناخذوا منهم العينات وباش نقدموها للبحث نتاع الديان إن شاء الله بحول الله في أجل يتجاوز 72 ساعة تكون النتائج عندنا. هذا ويواصل البحارة بمدينة جرجيس عمليات البحث والتمشيط بتنظيم خرجة بحرية هي السادسة منذ فقدان الاتصال بهذا المركب، وتحول البحارة على متن أسطول من المراكب إلى سواحل جزيرة جربة لتركيز بحثهم هذا اليوم. مع تواصل مفاوضات الوفد التونسي في واشنطن مع ممثلي صندوق النقد الدولي لليوم الثاني في إطار مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، قالت الحكومة إن بوادر إمضاء الاتفاق مع صندوق النقد حاصلة. في جديد ملف المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين نصيبي أن الاجتماعات جارية في واشنطن بين الوفد التونسي الرسمي وفريق من صندوق النقد الدولي بخصوص ملف الإصلاحات الاقتصادية الكبرى. إن شاء الله جديد باش يجي مع الوفد إن شاء الله، لكن كما تعرفوا الوفد مشى بملف متكامل فيه الإصلاحات الكبرى وفيه معناتها استجابة لجميع النقاط، وإن شاء الله الجديد يأتي يوم 16 عند عودة الوفد من واشنطن. وقال نصيبي إن بوادر إمضاء الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي حاصلة مبدئيا طبقا للمعطيات الرسمية المتوفرة. بوادر الرأي موجودة قبل حتى الانتقال، وسمعت مديرة صندوق النقد الدولي في تصريح لوكالة رويترز قالت راهو باش يتم اتفاق مع تونس ومع مصر، يمكن بعد أيام يمكن بعد أسابيع، هذا حسب معناتها إجراءات معينة، لكن البوادر موجودة. وفي ثاني أيام فعاليات اجتماعات الخريف في واشنطن، ناقش ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جملة من الإشكاليات التي تواجهها العديد من دول العالم نتيجة تأثرها بتداعيات جائحة كورونا وما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية من صعوبات اقتصادية حالت دون ضمان الاستقرار المالي والاجتماعي في بعض الدول. وفي هذا السياق تبحث
بحث المشاركون في فعاليات اليوم السبل والإجراءات التي ينبغي أن يركز عليها المجتمع الدولي للتصدي لأزمتي الغذاء والطاقة التي تتفاقم يوما بعد يوم. وقد بينت التصريحات أنه في النصف الأول من سنة 22 و2000 واجه العالم أكبر الصدمات في أسواق الغذاء والطاقة، وأن ذلك أثر بشكل كبير على اقتصاديات بعض البلدان وعلى نسق عيش الأسر الفقيرة. ولمجابهة تلك الصعوبات ناقش المتدخلون من مختلف مناطق عمل مجموعة البنك الدولي الإجراءات العاجلة التي تحدد شكل التعافي المستدام من وجهة نظر البلدان والمجتمعات المحلية. كما مثلت فعاليات اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي فرصة تباحث خلالها ممثلو منظمات المجتمع المدني مع رئيس مجموعة البنك الدولي دافيد مالباس الأولويات الإنمائية المشتركة لتحقيق تعاف اقتصادي واجتماعي للبلدان المتضررة. وقد دعا المتدخلون إلى ضرورة التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة على صعيد السياسات الاقتصادية لدعم النمو الشامل والحد من الفقر. تنطلق اليوم الأربعاء بقصر المعارض بالكرم فعالية الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا في دورته 14 التي تتواصل إلى غاية السبت المقبل. وعلى هامش الصالون نظمت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية صباح أمس الثلاثاء بضاحية جمرت منتدى يهدف إلى دعم الاستثمارات الفلاحية وتطويرها. أمام هشاشة الموارد الطبيعية أصبح العالم يتجه نحو الاستثمارات المسؤولة أو المستدامة في قطاعات عدة على غرار الفلاحة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك هذه الموارد مع تحقيق عائد مالي في الآن ذاته. توجه اختارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن يمثل موضوع منتدى تضمن تقديم استراتيجية للتشجيع على الاستثمارات الفلاحية المسؤولة. المفهوم متاع الاستثمار المسؤول هو بالطبع يعمل على الانتاج والانتاجية في القطاع الفلاحي، أي مع توفير الأمن الغذائي مع بالطبع المحافظة على الموارد الطبيعية، محافظة على الموارد الطبيعية مياه وتربة إلى آخره، وفي نفس الوقت تكافؤ الفرص على كل مستويات، مستوى التشغيل والاستثمار إلى آخره. كل ما هو يعمل تجهيزات للاقتصاد في الماء يأخذ منحة 50%، كل ما هو يعمل الطاقات المتجددة هي في خدمة القطاع الفلاحي كيف عنده منحة 50%. نهدف إلى كل ما هو النهوض بالاستثمار المستدام الذكي. علاش نحكيو على الاستثمارات الذكية؟ لمزيد تحسين جاذبية القطاع، خاطر احنا متأكدين ما تتحسن جاذبية القطاع لما يدخل الشباب. عندنا اهتمام كبير في كل ما هو دفع روح المبادرة للشباب للانتصاب للحساب الخاص. ورشات وعروض لأهم التقنيات الحديثة في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية والصيد البحري أسست برنامج المنتدى بحضور خبراء قدموا مقاربات ترتكز على تصورات تهدف إلى تطوير الاستثمار المسؤول في مجال زراعة الحبوب وزراعة السقوية. بعض الدول تصدر النفط وتقوم في المقابل بتوريد القمح للحفاظ على أمنها الغذائي، وللأسف فإن تونس ليست دولة مصدرة للنفط، لذلك فهي مطالبة للاستثمار في الانتاج المحلي، ونحن هنا لتباحث سبل تعزيز زراعة الحبوب وخاصة القمح الصل في تونس مع التقليص في إهدار الموارد الطبيعية وكلفة الانتاج. منظمة الأغذية والزراعة تؤمن أن الاستثمار المسؤول في الفلاحة هو مفتاح تحقيق الاستدامة وتوفير دخل أعلى وحياة أفضل في المجتمعات. وبالنسبة للدورة 14 من الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا التي تفتتح غدا، فمن المنتظر أن تتضمن معرضا مفتوحا للمهنيين ولقاءات شراكة وورشات عمل ومحاضرات، إضافة إلى مناظرة خاصة بالتكنولوجيات الحديثة في القطاع الفلاحي. في تطورات الملف الأوكراني الروسي، عبر قادة الدول مجموعة السبع عقب اجتماع افتراضي طارئ عن التزامهم بمواصلة مساعدة أوكرانيا. ويأتي هذا الاجتماع وقد تشنت روسيا أوسع ضربات جوية على أوكرانيا منذ بداية الحرب، شملت قصف عدة مدن من بينها هجمات صاروخية استهدفت وسط كييف أول مرة. قد قُبلت هذه الضربات بإدانة غربية واسعة. ذكر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تعمل على توسيع قدراتها النووية في منشآتها الموجودة تحت الأرض. تقول الوثيقة السرية للوكالة إن طهران تزيد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية متطورة كانت قد قامت بتركيزها خلال الفترة الأخيرة في محطة تخصيب تحت الأرض. وقد أدخلت طهران الأجهزة الجديدة بعد تعثر المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق.
بهذا إذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. وصول شحنات من المحروقات لميناء بنزرت بعد الاضطراب المسجل في التزود بالوقود، ووزارة الصناعة والطاقة أكدت العمل على استرجاع نسق التوزيع العادي. استخراج 4 جثث من مقبرة لدفن المهاجرين بجرجيس، وعائلات المفقودين في الهجرة غير نظامية تتعرف على 3 منها في انتظار التأكد علميا. أمام هشاشة الموارد الطبيعية وندرتها، على الاستثمارات المسؤولة في القطاع الفلاحي توجه جديد لتحقيق الاستدامة وتوفير دخل أعلى وحياة أفضل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.